الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تهنئة من القلب لجميع المسلمين في الجالية الإسلامية في النمسا بعيد الفطر المبارك 1443، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا نهاية هذا الشهر بتمامه وكماله وصحة وعافية. و المركز الإسلامي في فيينا الحمد لله استقبل اليوم أعداد كبيرة جدا، الحمد لله تحسنت الأجواء بشكل ملحوظ، وكان العدد تقريبا بين 16,000 إلى 20,000 حسب التقديرات الرسمية الحكومية، وهذا عدد معتاد الحقيقة في المركز الإسلامي، ولكن اليوم كان يمكن العدد أعلى بكثير نوعا ما. كان هناك سبق هذا اليوم تجهيزات كبيرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الشرطة وفي الجهات المعنية بالتنظيم والأمن، وكان لهم دور كبير وملموس في حضورهم اليوم الفاعل. كذلك كان فيه مشاركة كبيرة من المتطوعين والمتطوعات، وانتهز هذه الفرصة لشكرهم جميعا، الزملاء وزميلاتي في المركز لهم البصمات الكبيرة أثناء شهر رمضان وفي تنظيم لهذا اليوم الاحتفاء الكبير للإسلام والمسلمين في النمسا. الحمد لله هناك إجراءات أو هناك بعض الفعاليات اليوم وهي للأطفال وللكبار، أحببنا أن يكون هناك جو من المرح ومن التآخي والتعاون والمقابلة والتعارف والمزيد من التعاون بين في الجالية الإسلامية، وكذلك فتح الباب مع الإخوة ومن الجيران الذين أشكرهم شكر خاص على تحملهم وعلى تفهمهم، مقدر لكم ومقدر الإخوة في إنفوغرافيك تواصلهم المستمر، شكرا لكم جميعا. تستطيع مع إنفوغراف الوصول لأكثر من 2,000,000 متابع في النمسا شهريا. خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغرام شريك النجاح. كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كان حديث اليوم في خطبة العيد حديث شامل وجامع، تحدثنا عن أهمية المداومة على الطاعات التي وفقنا إليها في شهر رمضان، تحدثنا عن أهمية بر الوالدين وصلة الأرحام، وتحدثنا أيضا عن الصفح والعفو وحب الخير، وأن اكتمال الإيمان لا يكون إلا بحب الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك، وأن هذا اليوم هو يوم الفرح، فرح بالفطر كما نفرح بالصيام، ويوم لقاء الله عز وجل نفرح بصيامنا حين ينادى علينا لندخل الجنة من باب الريان. السلام عليكم ورحمة الله.
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.